اللواء هاب عرض او طرح الحاجات اللي اتعملت، واللي اتصور اللي كنت اتمنى يعني ان زمايلنا لو في الاعلام كانوا عايزين يردوا على اي حد بيتكلم في موضوع زي كده يقولوا تعالى مين ده اللي يدفع 600 مليار جنيه عشان يعمل بنية أساسية والعوائد بتاعتها تكاد تكون ايه؟ عوائدها أمن قومي، عوائدها ايه؟ والأمن القومي لا يقدر بمال، مش كده محمد؟ مش كده؟ ف 600 مليار جنيه حتى الآن ده رقم الدولة عمل، ده مش خططته على 20 سنة، لا دي الدولة تقريبا على 36 آسف آخر السنة دي، مش كده؟ هنكون خلصنا كل المخطط اللي احنا بنتكلم فيه، يعني يكون الرقم ده تسدد وتعمل. بقول برضو الكلام ده للمصريين عشان يسمعوه مني، لا احنا بفضل الله سبحانه وتعالى منتبهين قوي للمسؤوليات اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها في رقبتنا لبلدنا اللي بيتعمل ان شاء الله في سيناء. وده مش معناه ان يعني بقول ان ما حدش يبقى موجود معانا، انا اتمنى ان رجال الاعمال يبقوا موجودين، وهتشوفوا في الكلام اللي هيطرح دلوقتي مناطق للزراعه ومناطق للزراع السمكي ومناطق للمحاجر والرخام، مش كده؟ حاجات كتير هتشوفوها النهارده، ده مش بقول ان انتم تعالوا اعملوها، لا ده تعالوا شاركوا معانا فيها، هي اتعملت يا محمد. وبالتالي لو انتم عايزين تقولوا ان انتم مهتمين بسيناء وعايزين تبقى في استثمار منها او استثمار فيها من خلالكم، انا مش بقول لك تعالى اعمل مشروع واجري على تنفيذه، لا انا بقول لك تعالى المشروع خلص، تعالى شارك في ادارته والعوائد اللي جايه منه. انا خلصته، انا ايه خلصته، ومستعد اخلص قد كده بفضل الله سبحانه وتعالى. كم مره؟ 100 مره. يلا